الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهداه. نحن في القاعدة الرابعة من القواعد الخمس الكبرى، وهي قاعدة لا ضرر ولا ضرار. وتعبيرنا عن القاعدة بهذا اللفظ أحسن من تعبير بعض الفقهاء بقولهم الضرر يزال، وذلك لأن التعبير هذا يتفق مع حديث مروي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. ولأن المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن التعبير عن المعاني الشرعية بألفاظ النصوص أولى، فقولهم لا ضرر أي لا يجوز للإنسان أن يوقع الضرر على غيره، وقولهم ولا ضرار أي لا يجوز لغيرك أن يوقع الضرر عليك. وقوله لا ضرر هذه لا النافية للجنس، فهي نفي لجميع أنواع الضرر. وقد دل على هذه القاعدة الكتاب والسنة والإجماع، فأما من الكتاب فقد نفى الله عز وجل المضارة وحرمها في جمل من الآيات، من ذلك تحريم مضارة الزوجة، فقال الله عز وجل: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، فنهى الله عز وجل عن مضارة الزوجة والتضييق عليها، لأن المتقرر أنه لا ضرر ولا ضرار. وكذلك نفى الله عز وجل المضارة بين الزوجين في الرضاع، فقال الله عز وجل: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. وقد أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على هذا الأصل في الجملة، وإن اختلفوا في بعض تفاصيله، ولكن الجميع متفق على تقريرها، فهي من القواعد المتفق عليها بين علماء المذاهب رحمهم الله تعالى. فإذا جميع أنواع الضرر لا يجوز أن يوقعها الإنسان على غيره، كما أنه لا يجوز لغيره أن يوقعها عليه. وعلى ذلك جمل من الفروع، مما يدخل تحت ذلك باب الشفعة في الفقه الإسلامي. والشفعة هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بنفس العوض. فإذا كان لك مع أحد ملك أو شراكة في أرض أو عقار، فأراد هو أن يبيع نصيبه، فإن أحق الناس بالشراء هو أنت، ولا يجوز له أن يبيع نصيبه إلا بعد إخبارك وإعلامك. ففي صحيح الإمام البخاري من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم. وفي رواية الإمام مسلم قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم من عقار أو شركة، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، وإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به. يعني يجوز للشريك أن ينتزع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بنفس العوض. لو سألنا سائل وقال: لماذا شرعت الشريعة باب الشفعة؟ نقول: لرفع الضرر عن الشريك، وذلك لأن صاحبك قد لا يرضى بغير شراكتك، ف
فكونك تبيع الشركة أو نصف الشركة لرجل آخر قد لا يرضى أو قد يتضرر بوجود هذا الشريك الثاني، فرفعا للضرر عنك أجازت الشريعة لك أن تنتزع نصيبه. إذن باب الشفعة في كل ما قرره الفقهاء يدخل تحت هذا المقصود الأعظم، وهو رفع الضرر عن الشركاء. ومنها كذلك باب الخيار في الفقه الإسلامي بجميع أنواعه، فإن باب الخيار يدخل تحت رفع الضرر، فمنها خيار المجلس وخيار التدليس وخيار العيب وخيار الشرط وجميع أنواع الخيار السبعة، كلها تدخل تحت هذا الأصل. ولذلك خيار العيب مثلا، نأخذ مثالا واحدا على خيار العيب، إذا باعك الإنسان سلعة وهي معيبة فإنه يثبت لك خيار اسمه خيار العيب، أنت مخير في هذا الخيار بين رد السلعة أو أخذ الأرش الزائد، والأرش هو قسط ما بين قيمتي السلعة صحيحة ومعيبة، فيجوز لك حينئذ أن تسترد السلعة وتأخذ الثمن كله، أو تقول أعطني الفرق بسبب هذا العيب. لو لم تجز الشريعة هذا الخيار لثبت الضرر على المشتري، أليس كذلك؟ فرفعا للضرر عنه أجازت الشريعة هذا الأمر. وكذلك منها خيار التدليس، والتدليس هو تغيير صورة المبيع عن حقيقته وواقعه، كتحبير أصابع الغلام وتسويد شعر الجارية وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها للبيع، وهذه أمثلة قديمة، ولكن عندنا مثال جديد، وهو تغسيل السيارة وتغسيل أسفلها حتى يخفي عن البائع عن المشتري أنها تنقص الزيت مثلا أو تهرب الزيت، هذا يسمونه التدليس. ولذلك يجب على الإنسان إذا عرض سلعته أن يعرضها بكامل ما فيها من العيوب، أو يخبر المشتري بجميع ما فيها حتى يبارك الله عز وجل في بيعته، فإنه وإن انتقص شيئا من ثمنها إلا أنه مع البركة يضاعف الله عز وجل هذا النقص ويسد خلة البائع فيما انتقص عليه من الثمن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. وكذلك باب الخيار في الغبن، في خيار اسمه خيار الغبن، والغبن هو الزيادة في ثمن السلعة، زيادة مجحفة، كأن يبيعك سلعة لا تساوي 50 ريالا يبيعها 150 ريالا، فإذا تبين لك بأخرة أنك غبنت وقهرت وخدعت ولعب عليك وغششت في هذا الثمن، فيثبت لك خيار اسمه خيار الغبن، إما أن ترد السلعة وتأخذ الثمن، وإما أن يدفع لك البائع قهرا وقصرا وقضاء وحكومة الثمن الزائد. ولذلك كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصابته ضربة في رأسه، فكان يسترسل في البيوع، وكان الباعة لا يرحمون ضعفه وتفكيره، فكان كلما عرض عليه ثمن ولو زائد قبله، وهو حبان بن منقذ رضي الله عنه. فلما فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بالخبر، فقال: يا رسول الله، إني أخدع في البيوع. فجعل له النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام خيارا، وقال: إذا بايعت فقل لا خلابة أي لا خديعة. والخلاصة أن باب الخيار من أوله إلى آخره مبناه على هذه القاعدة، على رفع الضرر عن المتعاقدين أو أحدهما، لأن المتقرر في الشرع أنه لا ضرر ولا ضرار. ومنها كذلك ما قاله الإمام الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، وأنقل لكم عبارته بالنص. قال رحمه الله في مسألة المظاهر، قال: إن كان المظاهر حين وجوب الكفارة غنيا، إن كان المظاهر حين وجوب الكفارة غنيا إلا أن ماله غائب عنه، يعني في تجارة أو في عقار أو في أراضي أو غير ذلك، إلا أن ماله غائب عنه، فالأظهر عندي، يقوله الشيخ، فالأظهر عندي أنه إن كان مرجو الحضور قريبا يجوز، نعم، لم يجوز له الانتقال للصوم، لأنه يستطيع أن يكفر بعتق الرقبة، ولا ضرر في أن يبقى يوما أو يومين حتى يحضر ماله ويستطيع أن يوفر السيولة حتى يشتري بها الرقبة. قال الشيخ:
وإن كان ماله بعيدا جاز له الانتقال إلى الصوم مع أنه غني يستطيع أن يشتري الرقبة، لأن المسيس حرام عليه قبل التكفير، ومنعه من التمتع بزوجته زمنا طويلا إضرار عليه، بل إضرار بكل من الزوجين، وفي الحديث لا ضرر ولا ضرار. وهذا خلافا لبعض أهل العلم الذين قالوا ما دام غنيا فيجب عليه أن ينتظر ولو أشهر أو سنين حتى يحضر ماله، فهذا فيه ضرر عظيم لا تأتي بمثله الشريعة. ومنها كذلك لقد أجاز الله عز وجل للزوج ورغب له مراجعة زوجته عند طلاقها، إذا طلقها فيستحب له أن يراجعها، ولكن الله عز وجل اشترط لجواز المراجعة عدم إرادة الضرر، عدم إرادة الضرر، فمن بانت منه القرائن الدالة على أنه لم يرد بمراجعته لزوجته إلا الضرر فرجعته حرام عليه، حرام عليه. وأما من بانت منه القرائن أنه يريد أن تعود المياه إلى مجاريها وأن تعود إليه زوجته ولا يقصد المضارة بهذه الرجعة فإن رجعته حلال. ولذلك قال الله عز وجل وبعولتهن أي أزواجهن أحق بردهن أي برجعتهن في ذلك أي في زمن العدة إن أرادوا إصلاحا، إن أرادوا إصلاحا، فقيد الله عز وجل الرجعة بإرادة الإصلاح، وذلك لأن المتقرر أنه لا ضرر ولا ضرار. ومنها كذلك أن المرأة إذا سألتنا وقالت هل يجوز لي أن أستعمل الحبوب المانعة للحمل، المانعة للحمل، الجواب نقول لها نعم يجوز ذلك ولكن بشرطين. الشرط الأول أن تقرر الطبيبة المسلمة الموثوقة بأنه لا ضرر عليك في استعمالها، لأنه إذا كان في استعمالها ضرر على صحتك العامة فلا يجوز لك أن تستعمليها لأنه لا ضرر ولا ضرار. والشرط الثاني أن يأذن الزوج، لأن الزوج له حق في الولد، فإذا استأذنت زوجها ولم يكن في استعمالها ضرر عليها فإنه يجوز لها حينئذ ولا بأس بذلك. ومن فروع ذلك أيضا تحريم الذنوب والمعاصي، فإن الذنوب في الشريعة إنما حرمت لأنها تتضمن الضرر العام والخاص، وتتضمن المفاسد الخالصة أو الراجحة، فالزنا والربا والسرقة والقذف والكذب والتولي يوم الزحف والسحر وشهادة الزور وغيرها من سائر المحرمات إنما حرمت لما فيها من الضرر على الفرد وعلى الأسرة وعلى المجتمع وعلى الاقتصاد بأسره. فلما اشتملت هذه المحرمات على الأضرار الدينية والدنيوية جاء الشرع بتحريمها لأن المتقرر أنه لا ضرر ولا ضرار. ومنها كذلك اعلم رحمك الله تعالى أن باب الآداب مع الجار تتضمن ثلاثة حقوق، ثلاثة أشياء. الأمر الأول بذل الندى، وهذا لا يخصنا هنا، ولكن يخصنا الأمر الثاني وهو كف الأذى، والحق الثالث طلاقة الوجه. فهذه مجمل الحقوق بين الجيران، أن يبذل الجار الندى لجاره من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وأنتم تعرفون الأدلة الكثيرة الدالة على حرمة أذى الجار والأمر بالإحسان إليه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن ثلاث مرات. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. فإذا تكون له للجار ثلاثة حقوق: بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن جارة جارتها ولو فرسنا شات، وهو ظلفها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا زال ولا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فإذا من أصول الجوار كف الأذى لأنه لا ضرر ولا ضرار. ومن ذلك أيضا لا يجوز في الشريعة كتم اللقطة، لا يجوز في الشريعة كتم اللقطة، بل يجب على ملتقطها تعريفها كما أمرت بذلك الشريعة. فكتم اللقطة أمر محرم
لأن كتمها من الأمور التي توجب الضرر على مالكها، ولا لا؟ توجب الضرر على مالكها، والمتقرر أنه لا ضرر ولا ضرار. ومنها كذلك النهي عن السحر ووجوب قتل الساحر وجعل السحر من جملة الموبقات، وما ذلك إلا لأن فيه ضررا وإضرارا بالغير بلا وجه حق. ومن ذلك أيضا وصف الدواء المغشوش للمريض، وصف الدواء المغشوش للمريض، فإنه لا يجوز لأن فيه ضررا وإضرارا بالغير. ومنها باب فقهي واسع يسمى باب الحجر، فباب الحجر كله مبني على رفع الضرر، مبني على رفع الضرر. وقد قسم العلماء الحجر إلى قسمين: حجر لحظ الغير وهو الحجر على المفلس، وحجر لحظ النفس وهو الحجر على المجنون والسفيه والصغير. فلو أننا أعطينا المجنون والصغير والسفيه أموالهم لا أفسدوها وأوجبوا الضرر على أنفسهم وعلى غيرهم، فحجرت الشريعة عليهم التصرفات في أموالهم، وأقامت عليهم وليا ينظر في مصالحهم وينفق عليهم بقدر حاجتهم، حتى إذا كبروا فبلغ الصبي ورشد السفيه وعقل المجنون ردت إليهم أموالهم كاملة موفرة، فحينئذ يغتبطون بها. وكذلك الحجر على المفلس، فإن للغرماء حقا في ماله، فلو أننا تركناه لم نحجر على ماله لأضاع ماله، فضيع وأضر بالغرماء. والقاعدة تقول أنه لا ضرر ولا ضرار. هذه جمل من الفروع، والفروع كثيرة. ثم قرر العلماء رحمهم الله تعالى بعد ذلك جملا من القواعد المندرجة تحت قاعدة لا ضرر ولا ضرار. فمن هذه القواعد: الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات. فإذا وقع على الإنسان ضرورة وألجأته إلى فعل شيء من المحرمات فإنه يجوز له حينئذ من الضرورة ما تندفع به ضرورته، واضح ولا لا؟ فيجوز للإنسان أن يستخدم من الضرورة من المحرم ما ترتفع به ضرورته. وبرهان ذلك أن الله عز وجل في آية المائدة في بيان سياق المحرمات من الأطعمة قال: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، إلى أن قال في آخر الآية: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. ويقول الله عز وجل: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، ويفرع على ذلك فروع، منها جواز الأكل من الميت وقد قدمناه كثيرا، فيجوز لمن بلغ به الجوع حد الهلاك أن يأكل من الميتة. فإن قلت: وهل يشبع؟ الجواب: لا، بل لا يجوز له إلا أن يتناول المقدار الذي تحفظ به نفسه فقط. فإن قلت: وهل يجوز له أن يحمل معه من الميتة شيئا؟ فأقول: هذا يختلف باختلاف غلبة ظنه، فإن علم أو غلب على ظنه أنه سيجد في طريقه مأكولا حلالا يغنيه عن هذه الميتة فلا يجوز له أن يحمل معه شيئا. وأما إن علم أو غلب على ظنه أنه لن يجد أمامه مأكولا حلالا وإنما هي صحراء قاحلة أو طريقا لا أكل عليه ولا شرب، فيجوز له حينئذ أن يحمل معه القدر الذي تندفع به ضرورته فيما لو حلت عليه الضرورة مرة أخرى. فإن قلت: إذا كنت تجيز له أن يحمل في كيس أو غيرها من الميتة فلماذا لا يأكل ويشبع ولا يحمل معه شيئا إذا غلب على ظنه أنه لن يجد شيئا؟ فنقول: هنا لا نجيز لقاعدة أخرى، وهي أن المفاسد المتحققة لا ترتكب من أجل مفاسد متوهمة، المفاسد المتحققة لا ترتكب من أجل مفاسد متوهمة، وكونه يأكل فوق قدر الحاجة الآن هذا مفسدته متحققة، وكونه لن يجد شيئا في طريقه هذا مفسدته متوهمة، فلا يجوز لنا أن ندله على المفسدة المتحققة من أجل مراعاة مفسدة متوهمة.
ومن فروعها جواز دفع الغصة بالمشروب المحرم إذا لم تندفع غصته إلا بذلك، إذا لم تندفع غصته إلا بذلك. ومن ذلك جواز النطق بكلمة الكفر إذا اضطر إلى النطق بها بسبب الإكراه إذا لم تندفع ضرورته إلا بذلك، لكن شريطة أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان. القاعدة الثانية: الضرورة تقدر بقدرها، يعني لا يجوز للإنسان أن يتجاوز من استعمال المحرم إلا بالمقدار، إلا بالمقدار الذي تندفع به ضرورته فقط، فمتى ما تناول هذا المقدار عاد حكم المحرم كما محرما كما كان. فإن قلت: أوليس الأكل من الميتة فيه ضرر ومرض؟ لأنه بكتيريا، أشياء متعفنة، أليس فيه ضرر؟ الجواب: نعم فيه ضرر. طيب كيف يأكل، كيف تأمر الشريعة أن يأكل من الميتة مع أن فيه ضرر وأنت تقول لا ضرر ولا ضرار؟ الجواب من جهتين: الجهة الأولى أننا لا نسلم أن تلك اللقيمات التي سيأكلها من الميتة أنها ستضره. لماذا؟ لأن الشريعة أجازت له أن يأكل منها، والمتقرر في الشرع أن ما جاز شرعا ارتفع ضرره قدرا، أن ما جاز شرعا ارتفع ضرره قدرا، يعني تلك اللقيمات التي أجازت الشريعة له أن يتناول منها لا ضرر ولا بكتيريا حتى ولو كانت متعفنة، فإنها تنزل على بطنه ويتغذى بها جسده بردا وسلاما. تمعي في هذا ولا لا؟ الجواب الثاني: سلمنا أن فيها ضرر، إلا أننا ندفع بهذا الضرر الصغير ضررا أعظم من ذلك، وهو أنه يموت. ويبنى على ذلك أيضا: إذا اضطررت لكشف شيء من عورتك عند الطبيب فلا تخلع سراويلك أمامه، وإنما تكشف منها المقدار الذي يحتاج الطبيب إلى النظر إليه من باب الضرورة والحاجة. وكذلك المرأة إذا احتاج الطبيب إلى رؤية شيء من عورتها بسبب لعلة التداوي فلا يجوز لها أن تكشف مقدارا أكثر من المقدار الذي تندفع به الضرورة، والقاعدة بذلك واضحة. وعلى ذلك قول الله عز وجل: فمن اضطر غير باغ ولا عاد. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في قوله غير باغ ولا عاد، والقول الصحيح عندي والله أعلم أن قوله غير باغ أي غير باغ لتناول المحرم ابتداء، لو أن الضرورة ما ألجأته ولا يبغيها. طيب ولا عاد غير متعد حد الضرورة، فقوله ولا عاد هي معنى قاعدة الضرورة تقدر بقدرها، فهو لا يتجاوز حد الضرورة، لأن التجاوز يعتبر اعتداء وعدوانا وهو محرم شرعا. القاعدة الثالثة: الضرر الأشد يدفع بالضرر الأخف، الضرر الأشد يدفع بالضرر الأخف. اعلم رحمك الله تعالى أن الشريعة جاءت لتقرير المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، وجاءت الأدلة مقررة أنه إذا تعارضت مصلحتان روعي أعلاهما بتفويت أدناهما، وإذا تعارض مفسدتان روعي أشدهما بارتكاب أخفهما. وعلى ذلك قررت الأدلة ذلك الأمر تقريرا لا مزيد عليه، فإنه إن تعارض ضرران ولا بد من ارتكاب واحد منهما، ولا بد من ارتكاب واحد منهما، فحينئذ ينظر المكلف إلى أعظمهما ضررا فيجتنبه ويقدم على الأخف ضررا. وعلى ذلك قول الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فالضرر الأشد هو سب الله عز وجل، والضرر الأخف هو سب آلهة المشركين. فلما تعارضا
أمرنا ربنا عز وجل أن نترك السب، أي سب آلهتهم، مع أن ترك سب آلهتهم ضرر، ولكن تفادياً للوقوع في الضرر الأعظم الأشد، وهو سبهم لله عز وجل. فإذا كنا إذا سببنا آلهتهم سبوا إلهنا، فمن الحكمة والمصلحة أن نترك سب آلهتهم، وهو إقدام منا على الضرر الأخف تفادياً للوقوع فيما هو أعظم منه ضررا. وكذلك قول الله عز وجل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فانظر كيف قرر أن قتل القاتل حياة، مع أنه قتل وموت لكنه يتضمن الحياة، فكيف يصفه بأنه حياة مع أنه موت؟ نعم، نقول هو موت في ذاته بالنسبة للقاتل، ولكنه حياة باعتبار راحة بال أولياء الدم وشفاء غيظ قلوبهم واستقرار المجتمع وعدم انتشار القتل والانتقام المفضي إلى هلاك الحرث والنسل. فإن أولياء الدم إذا رأوا القاتل يمشي في الشارع يستمتع بحياته وقد قتل أباهم أو أخاهم، فإن الطبيعة البشرية طبيعة الانتقام تفضي إلى أن يقتلوه. ثم إذا قتل فإن أبناء القاتل إذا رأوا بشاعة قتل أبيهم وإراقة دمه في الشارع أمام الناس فإنهم سيقتلون من قبيلة هؤلاء، وهؤلاء سيقتلون من هؤلاء، فحينئذ يموت المجتمع. فإذا طلبا لحياة المجتمع ورفعا للضرر العام عن المجتمع، نقدم على هذا الضرر الخاص وهو قتل القاتل. فقتل القاتل وإن كان فيه ضررا خاصا إلا أننا نتفادى به الضرر العام الذي كان سيقع على المجتمع. ومنها أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، مع أن قتل الخليفة الآخر فيه ضرر عليه وعلى أولاده، ولكن احتمل ذلك الضرر لأنه ضرر يسير من أجل دفع الضرر العام والأشد، وهو اختلاف المسلمين، فسينقسم المسلمون والدولة الواحدة مع الخليفتين، وكل من الخليفتين وأتباعهما سوف يطلب العلو في الأرض، فتحصل حينئذ في الدولة الواحدة المجازر والحروب والمقتلة العظيمة التي لا يرضاها الله عز وجل. فدفعاً لتفرق المسلمين وإراقة دمائهم واختلاف كلمتهم وكثرة نزاعهم، أقدمنا على هذا الضرر الخاص وهو قتل هذا الخليفة الثاني الذي اعتدى على طلب عقد الخلافة له وقد عقدت لرجل قبله. ومنها كذلك يستدل على هذه القاعدة استدلالاً وتفريعاً ما فعله عمر رضي الله تعالى عنه عندما نفى نصر بن حجاج، وكان رجلاً جميلاً، فلما علم عمر أن النساء افتتن به وكان ذا شعر ولمة حسنة أمر بحلقه، فلما حلق ازداد جمالاً فأمر بتعميمه ففاق جماله جمالاً، فنفاه عمر حينئذ إلى العراق، مع أن نفيه وحرمانه من أهله وحرمان أهله منه فيه نوع ضرر، ولكن نقدم على هذا الضرر الخاص من أجل امتناع الضرر العام. وهذا يدخل تحت نظرية التعزير للمصلحة العامة، فإن هذه النظرية تسمح لولي الأمر اتخاذ أي إجراء حتى ولو لم يثبت بخصوصه دليل، أي تعزير يراه ولي الأمر صالحاً لحماية المجتمع من الأضرار العامة فلولي الأمر تقريره، لأن تصرف ولي الأمر على المجتمع منوط بالمصلحة. ولذلك في النظام السعودي يعزر المروج الذي يوجد معه حملات ترويجية، أو الذي يضبط معه يعني أشياء ترويجية ومخدرات كثيرة ذات أعداد كثيرة، فحينئذ يقتل حتى ولو لم يكن مستعملاً للمخدرات هو بنفسه. ومنها كذلك حديث أبي هريرة وأنس رضي الله تعالى عنهما في قصة ذلك الأعرابي الذي بال
في المسجد فإنه من أدلة قاعدة الضرر الأشد يدفع بالضرر الأخف. والحديث معروف لديكم، وهو أن أعرابيا جاء فبال في المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فلما قضى بوله دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا البول ولا القذر، وإنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أمر رجلا من القوم فجاء بدلو فشنه عليه، فإن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعتبر تطبيقا نصيا لهذه القاعدة. وبيان ذلك أن نقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الناس أن يضربوه حتى لا يكون ذلك سببا في ردته عن الإسلام أو كراهيته للإسلام وأهله، أو أنه إذا رأى الناس قد أقبلوا عليه فإنه سيقوم وهو يبول فتنتشر النجاسة في أكثر مكان من بقعة المسجد، أو أنه سيتضرر إذا احتبس بوله، وغير ذلك من المفاسد. فراعى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الضرر الأشد بارتكاب الضرر الأخف، وهو تركه يبول في موضع واحد ثم أريق الماء عليه وانتهت المصيبة في ذلك. ومنها أيضا ما قرره الفقهاء في باب دفع الصائل على العرض والنفس والمال، فإذا صال عليك أحد يريد عرضك أو حريمك أو مالك أو نفسك فيجب عليك أن تدفعه بالأسهل فالسهل، فإن لم يندفع إلا بقتله قتل دفعا لضرره. ولذلك يخرج على ذلك وجوب مقاتلة الخوارج الذين يصولون على دماء الناس بسبب التكفير العام ويقتلونهم. أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، وأخبر بالأجر العظيم في حق من قتلهم، وبالأجر العظيم في حق من قتلوه. فقتال الخوارج ليس بسبب كفرهم أو ردتهم، وإنما لدفع ضررهم وصولتهم عن الناس. فإن كان هذا الصائل يندفع بالصراخ والزجر اكتفي بذلك، فإن لم يندفع إلا بضربه في موضع غير قاتل اضربه، أو بإطلاق السلاح عليه في موضع غير قاتل افعل ذلك، فإن لم يندفع إلا بقتله وأبى إلا أن يقتل فحينئذ يقتل مجانا ولا دية ولا كفارة فيه. فإذا الواجب في دفع الصائل أن يدفع بالأسهل فالسهل، فإن تعين قتله وجب قتله، لأن المتقرر أن الضرر الأشد يدفع بالضرر الأخف. ومنها كذلك المسألة التي قررها الفقهاء، وهي مسألة التترس. فقد قرر الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة أن الكفار لو تترسوا ببعض المسلمين وجعلوهم في الصفوف الأمامية وخيف من ضرر الكفار على عموم المسلمين، استغلالاً لعاطفة المسلمين تجاه إخوانهم، فإن المسلمين إذا رأوا إخوانهم المسلمين في الصفوف الأمامية والكفار وراءهم فإنهم لن يرموهم بشيء خوفاً من أن يقتل أحد المسلمين، ولكن إذا زحف الكفار علينا وخيف من سيطرتهم على البلاد وقتلهم للجيوش الإسلامية فلا جرم أننا نرمي الكفار ونقصد إصابتهم، فإذا أصيب أحد إخواننا المسلمين فإنه يكون قد قتل بالتبع لا بالقصد الأول، وقتله احتمال للضرر الخاص من أجل أن ندفع به ضررا عاما. ومنها كذلك لقد قرر الفقهاء رحمهم الله تعالى جواز انتزاع الملكية الخاصة قهرا لمراعاة المصالح العامة، مع أن انتزاع الملكية الخاصة من أصحابها فيها ضرر عليهم، إلا أنه يحتمل هذا الضرر اليسير من أجل دفع الضرر العام أو الضرر الأشد وحتى تتحقق المصالح العامة. ولذلك إذا قررت الدولة طريقا مستقيما ويمر على بعض الأراضي وامتنع بعض أصحاب الأراضي من تسليم أراضيهم للدولة
مع أن الدولة سوف تدفع لهم 10 أضعاف ثمنها، لأن التثمين هو من مجموع من قيمة الأرض الأصلية مضروبا في عشرة، فالدولة كريمة في التعويض. فإذا أبى أحد أصحاب الملكيات الخاصة دارا أو مزرعة أو أي نوع من أنواع العقار أن يسلمها للدولة، فلا جرم أن ميلان الطريق يمينا أو شمالا يوجب ضررا على سالكيه، فضرره عام، فحينئذ يجوز شرعا لولي الأمر أن ينتزع أرض هذا الرجل بثمن مثلها أو بأضعاف مثلها، حتى نستدفع بهذا الضرر الخاص الضرر العام. ولعل هذه القاعدة واضحة. ومنها كذلك، لقد ظهر في هذه الآونة الأخيرة ما يسمى بالتحليل قبل الزواج، أليس كذلك؟ وهذا أمر قد تحرج منه البعض، ولكنني أقول لهم لا حرج في ذلك ولله الحمد والمنة، لأن المراد بهذا اكتشاف بعض الأمراض والأعراض الوراثية التي قد يكون في شأنها حصول الضرر للعائلة كلها، فمن باب دفع الضرر الأشد يرتكب هذا الضرر الأخف، فنحن نجيز هذا، وقد أجازه جمع من أهل العلم رحمهم الله تعالى. ولا بد من الطاعة في مثل هذا الأمر، فلا يجوز التحايل أو كتابة التقارير أو كتابة نتائج التحليل هكذا لمعرفة الطبيب أو غير ذلك، كل ذلك من الأمور التي لا تجوز، لأنها من التحايل على تطبيق هذا النظام. ومنها كذلك، لا خلاف بين الفقهاء جميعا، لا خلاف بين الفقهاء جميعا في جواز إسقاط الجنين ولو بعد نفخ الروح فيه، إذا كان في بقائه ضرر على أمه، ضرر على حياة أمه. أنتم معي ولا لا؟ قالوا لماذا؟ قالوا لأننا لو أسقطنا الجنين ولو مات فإن الفرع إن مات فعندنا الأصل، وهلاك الفرع أيسر عندنا من هلاك الأصل، ولأن حياة الأم متحققة وحياة الجنين متوهمة، ولا يمكن أبدا أن نضحي بالحياة المتحققة من أجل حياة متوهمة، ولأن الأصل إن مات فرعه فسينتج فرعا آخر، ولكن الفرع إن مات أصله فلا يمكن أن ينتج الفرع أصله، وهذا من باب التقعيد والتأصيل. ومنها كذلك باب إنكار المنكر على الولاة، باب إنكار المنكر على الولاة، فإن أهل السنة رحمهم الله تعالى قرروا في باب الولاة وجوب السمع والطاعة في غير معصية وحرمة الخروج عليهم، إلا أن نرى كفراً بواحاً عندنا فيه من الله برهان، وغلب على ظننا الانتصار عليهم بلا إراقة دماء، وأن الواجب الحج والجهاد وإقامة الجمع والجماعات، وكل هذا الذي يقرره أهل السنة في هذا الباب خاصة هو من باب دفع الضرر الأشد بارتكاب الضرر الأخف. ولو تأملت ما قرره أهل السنة في ذلك لوجدته تطبيقا صريحا لهذه القاعدة، ولكن الجهال ينكرون على أهل السنة ذلك لعدم معرفتهم بهذه الأصول. ولذلك صلى بعض الصحابة وراء الحجاج ومن هو في سفكه للدماء وعربدته في الإسلام، ولكن صلى خلفه أنس وجمع من الصحابة. لماذا؟ لأن الخلاف شر. وصلى كذلك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه خلف الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط، وقد صلى بهم مرة سكرانا فزاد بهم في الصلاة، هم سيعيدونها، ولكن الخلاف شر. ولذلك لا يجوز لأحد أن يتخلف عن الجمعة والجماعة التي لا تقام إلا خلف إمام المسلمين، بل وصف أهل السنة من تخلف عنها وصلى في بيته بأنه مبتدع. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كيف بك يا أبا ذر إذا كانت عليك أمراء يميتون أو قال يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال: قلت فما تأمرني يا رسول الله؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي، ولا تقل إني صليت فلا أصلي، جمعا للكلمة ووحدة للصف. فقد عرفت وفقك الله أنهم في هذا الباب اهتموا بتطبيق هذا الأصل نظرا للمصلحة العامة. ومنها كذلك أنه يجوز تناول الأدوية التي فيها شيء من السموم اليسيرة إذا كان الغالب على استعمالها السلامة،
ومنها كذلك جواز التخدير لإجراء عملية جراحية، مع أن الأصل في التخدير المنع لأن فيه ضررا ظاهرا. ومن الناس من خدر ولم يستفق، ومن الناس من خدر وفقد عقله، لكن مع وجود هذا الضرر إلا أنه ضرر يسير بالنسبة لفتح بطنه بلا هذا التخدير. ولذلك فلا يعمد له الأطباء إلا يعني لا يعمد الأطباء إلى التخدير إلا في مواضع الضرورة وبقدر الحاجة فقط، لكن يتحمل ضرره إذا كان فيه دفعا لضرر أشد. ومنها كذلك جواز قطع العضو المتآكل بسبب الغرغرينة، لأننا نقطع هذا العضو مع أن قطعه فيه ضررا، لكننا نستدفع بهذا القطع هلاك الجسد كله والضرر الأشد يدفع بالضرر الأخف. ومنها كذلك أنه يجوز أن نجيز للمرأة أن تتناول الحبوب المؤخرة للحيض لإتمام حجها، خوفا أن يفجأها الحيض قبل طواف الإفاضة فيحصل عليها الضرر، فهي وإن كانت ستتضرر، يعني إن ثبت طبا أن هذه المرأة بعينها تتضرر من تناول هذه الحبوب، إلا أنه ضرر يسير يزول بقطعه بعد ذلك. والفروع في ذلك كثيرة، ولكن لعل هذا الأمر بان إن شاء الله. القاعدة التي بعدها ما أدري كم رقم عندكم، الرابعة، الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. ولذا وهذا من صور تخفيف الشريعة أيضا، هذا من صور تخفيف الشريعة، فإن هذه الشريعة مبنية على التخفيف وعلى التيسير ورفع الحرج عن المكلفين ومراعاة أحوالهم، وأمرها من أولها إلى آخرها مبني على السماحة وعلى الرحمة وعلى الرفق. فحينئذ من باب صور الرفق والرحمة بالمكلفين أنزلت الشريعة حاجة المكلفين عامة كحاجة المجتمع، أو خاصة كحاجة فرد من أفراد المجتمع. أنزلت حاجة المجتمع أو حاجة الأفراد منزلة الضرورة، فالحاجة التي تقوم بالمكلف ينظر لها الدين على أنها من جملة الضرورات التي لا بد من مراعاتها ولا بد من تفريجها عن المكلف، فهذا من باب صور التخفيف. وعلى ذلك فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في لبس قميص الحرير بسبب حكة كانت بهما، مع أنهما قد يحتملان الحكة أو قد يكون هناك تداوٍ آخر، لكن لما قامت بهم الحاجة أنزلت الشريعة هذه الحاجة منزلة الضرورة فجعلتها تبيح المحظورات، فجعلت الحاجات تبيح المحظورات. فلما كان محتاجين للعلاج لهذا بهذا النوع بخصوصه أجازته الشريعة لهم. ومنها كذلك لقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن لصحابي جليل اسمه عرفجة رضي الله عنه أن يتخذ أنفا من ذهب، مع أن استعمال الذهب حرام على الرجال، وذلك لأنه كان قد قطع أنفه في يوم الكلاب، حرب قديمة بينه في الجاهلية، فاتخذ مكانه أنفا من فضة، وضع شيئا من فضة على أنها أنف، ولكنه أنتن عليه لأن الفضة تنتن وآذته الرائحة، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب، مع أن الذهب حرام على الرجال، ولكن عرفجة محتاج له، فأنزل النبي صلى الله عليه وسلم حاجة عرفجة منزلة الضرورة، فأباح له فعل الحرام وهو اتخاذ الذهب، مع أنه رجل ولكن حاجته أحلت له هذا المحرم. وكذلك مما يدل على ذلك ويفرع عليه ما رواه الإمام البخاري من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، مع أنه يمكن أن يلصقه بحديدة مثلا، أو يغير الإناء أصلا
ولا يحتاج إلى ذلك. فإذا المسألة ليست ضرورة وإنما هي حاجة، فلما قام مقتضى الحاجة فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وهو أنه وضع شيئا من الفضة في هذا الإناء لقيام الحاجة به، مع أنه لو ضببه أو شعبه بلا حاجة لكان الحكم حراما لا يجوز لعموم أدلة تحريم استعمال آنية الذهب والفضة. ومن ذلك أيضا اعلم رحمك الله تعالى أن الأصل المتقرر حرمة السفر إلى بلاد الكفار والإقامة بينهم، حرمة السفر إلى بلاد الكفار والإقامة بينهم، ولكن الفقهاء نظروا إلى بعض الحاجات، إلى بعض الحاجات التي قد تقوم إما في المجتمع الإسلامي أو في بعض أفراده، فأجازوا السفر مع قيام الحاجة ولكن بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون عند المسافر دين يمتنع به من مواقعة شيء من الشهوات. الشرط الثاني أن يكون عند المسافر علم يمتنع به من الوقوع في شيء من الشبهات. الشرط الثالث أن تقوم قائمة الحاجة للسفر كعلاج لا يجده في بلاد المسلمين أو يجده في بلاد المسلمين ولكن فعله في الخارج أفضل لوجود طبيب لا يوجد في بلاد المسلمين علاجه، أو كبيع شيء لا يشترى أو لا يباع إلا في بلاد الكفار، أو كمرافقة امرأة اضطرت إلى السفر إلى بلاد الكفار لنيل علم لا يوجد إلا في بلادهم، وهذا أمر معروف ولله الحمد والمنة. ومن فروع ذلك أيضا إن هناك من البلاد ما لا تحكم بشريعة الله ولا يوجد فيها محكمة شرعية أبدا، فما حكم التحاكم إلى هذه المحاكم؟ ما حكم التحاكم إلى هذه المحاكم؟ الجواب إذا حلت الحاجة وقامت الضرورة لاستخراج حق من الحقوق عن طريق هذه المحاكم القانونية فإنه لا بأس حينئذ أن نترافع إليها مع بغض قلوبنا لحكم الطاغوت، ولكن لا نجد طريقا لاستخراج حقوقنا إلا بالمرور على هذه المحاكم. فلو أننا نهينا أهل تلك البلاد من أن يترافعوا في استخراج حقوقهم إلى من هذه المحاكم لحصل عليهم الضرر والضيق، وإذا ضاق الأمر اتسع والحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، فيترافع إليهم الإنسان وهو كاره لذلك. وهنا مسألة خطيرة، وهي ما حكم التجنس بجنسية دولة كافرة؟ ما حكم التجنس بجنسية دولة كافرة؟ الجواب الأصل أنه يحرم على المسلم أن يتجنس بجنسية دولة كافرة، هذا هو الأصل، ولكن هذا التحريم يزول بعدة شروط. الشرط الأول أن تقوم به قائمة الحاجة أو تحل عليه الضرورة بحيث لا يمكن من الإقامة في هذا المكان المحتاج والمضطر إلى الإقامة فيه إلا باستخراج الجنسية، فحينئذ يجوز له أن يستخرجها. الشرط الثاني أن يكون بعد استخراجها أن يكون ولاؤه الحقيقي ومحبته القلبية لأمته المسلمة حتى ولو خالط الكفار أو عاشرهم في الظاهر، إنما ذلك كان بسبب الحاجة والضرورة. ومنها أن لا يترتب على أخذه للجنسية ارتكابه لشيء من المحظورات الشرعية، ومنها أن يتمكن مع أخذ الجنسية من إظهار شعائره التعبدية كالموالاة والمعاداة والصلاة والصيام والزكاة ونحوها.
ومنها أن تدعوه الضرورة والحاجة لأخذها، كأن يكون عالما من علماء المسلمين طرد من بلاد الإسلام وهدد بالقتل أو السجن إذا رجع إلى بلاد المسلمين ولا بلاد إسلامية تستقبله. فللأسف في هذا الزمان أننا لا نجد أحدا يستقبله إلا بلاد الكفار، ولا يجد أن يعيش بأمان إلا في بلاد الكفار لشدة غلظ المسلمين وحكامهم على هذا العالم. فحينئذ نجيز له مع هذه الشروط ومع هذه الضرورة ومع هذه الحاجة أن يكون في بلاد الكفار، لأن الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. نسأل الله عز وجل ألا نقف هذا الموقف. ومن فروعها كذلك، اعلم بارك الله فيك أنه يجب مراعاة حرمة الاطلاع على العورات المغلظة. لا يجوز للإنسان أن يعمد إلى الاطلاع على شيء من عورات المسلمين، لا يجوز للإنسان أن يطلع على شيء من عورات المسلمين. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد ولا المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. كل ذلك أمر مقرر قطعي تحريم، قطعي التحريم. لكن الشريعة أجازت للخاطب أن ينظر إلى شيء من عورة المسلمة، أن ينظر إلى وجهها، إلى شعرها، إلى يديها، إلى قدميها، حتى يؤدم، لأن ذلك أحرى أن يؤدم بينهما. أوليس هذا الاطلاع اطلاع على عورات المسلمين؟ الجواب نعم، ولكن هذا لقيام الحاجة، فالحاجة تنزل منزلة الضرورة، فأبيح المحرم لقيام إيش؟ لم هو بالضرورة، لقيام الحاجة، فأبيح المحرم لقيام الحاجة. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نكحت امرأة من الأنصار، فقال: انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. وجاء جابر وأخبره بذلك، فقال لجابر: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. قال: فكنت أتخبأ لها حتى نظرت منها ما يدعوني، ما دعاني إلى نكاحها. فأجيز هذا الحرام من أجل قيام الحاجة، لأن الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. ومنها كذلك محظورات الإحرام، فإذا احتاج الإنسان إلى المحظور جاز وفدى، فإذا احتاج الإنسان إلى المحظور جاز وفدى. فقد احتاج كعب بن عجرة إلى حلق شعره بسبب كثرة القمل الذي يتناثر على وجهه، فهو محتاج، فأجاز له النبي صلى الله عليه وسلم أن يرتكب هذا الحرام في الإحرام وهو حلق الشعر من أجل قيام الحاجة به، مع أن المحرمات لا تبيحها إلا الضرورات، ولكن جعل النبي صلى الله عليه وسلم حاجة كعب بن عجرة في منزلة الضرورة، لأن الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. وكذلك أيضا أجازت الشريعة لمن به شبق، وهو شدة الحاجة إلى الجماع، بحيث لو لم يجامع الآن لانفضخت عروق خصيتيه ومات. هذا مرض من الأمراض، نسأل الله السلامة لنا ولكم. أجازوا له أن يجامع امرأته ولو في نفاسها أو حيضها، لكن بشروط: أن لا يجد زوجة أخرى طاهرة، الشرط الثاني أن لا يستطيع مهر حرة يتزوجها، الشرط الثالث أن لا يكون عنده أمة يستطيع أن يجامعها. فإذا توفرت هذه الشروط فيجوز له أن يقدم على هذا الحرام، لأنها حاجة سوف تذهب بها، سوف تذهب بها نفسه، بل أظنها ليست فقط في دائرة الحاجة، أظنها ارتقت إلى مرتبة الضرورة. الضرورة. القاعدة الخامسة والأخيرة: العادة محكمة. العادة محكمة، قولهم العادة، قولهم العادة أي الأمر المألوف والعرف الجاري
الذي لا ينكر حصوله ولا يستغرب وجوده. وقولهم محكمة أي أنها تجعل من جملة الأحكام الشرعية، أي أن العادة يتعرف بها المكلف على ما سكت عنه الشرع من حدود وأحكام. فإن الحكم إن صدر في الأدلة ولم يرد في الأدلة تحديده ولا في اللغة العربية فإننا نعرف تحديده وضابطه بالعرف الجاري. ولذلك وددت أن يعبر الفقهاء عن هذه القاعدة بتعبير قرآني، وهي قول الله عز وجل: وأمر بالعرف. كلمة وأمر بالعرف هي عين قولهم العادة محكمة، هي عين قولهم العادة محكمة. ولذلك من جملة أدلة هذه القاعدة قول الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. والعرف هو الشيء المعروف، وهو اسم لكل فعل يعرف بالعقل أو الشرع حسنه. ومن أدلة هذه القاعدة قول الله عز وجل: وعلى المولود له رزقهن، أي المرضعات لولده رزقهن وكسوتهن إيش؟ بالمعروف. ومن أدلتها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت إليه هند امرأة أبي سفيان فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وإنه لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف. فقال لها إيش؟ خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ومن أدلتها إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لكثير من الأعراف التي كانت موجودة في زمنه، فلم يغير هذه الأعراف بل اعتمدها ورد كثيرا من الأحكام في تحديدها إلى هذه الأعراف. ومنها أيضا الأثر الموقوف على ابن مسعود رضي الله عنه قال رضي الله عنه: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه قبيحا فهو عند الله قبيح. فالشاهد أيها الإخوان أن العادة الجارية بين الناس يرجع إليها لفصل كثير من الخصومات والنزاع، وبالفروع يتضح الأمر بإذن الله. من فروع هذه القاعدة أنتم تعلمون وفقكم الله قبل أن تكتبوا أن الله علق على مسمى الحيض أحكاما، فإذا وجد مسمى الحيض ثبتت هذه الأحكام، وإذا انتفى مسمى الحيض انتفت هذه الأحكام. طيب، هل لهذا الحيض حد معلوم يتفق فيه النساء جميعا، أم أن لكل امرأة منهن عادتها وعرفها؟ الجواب: بل لكل امرأة منهن عادتها وعرفها. فمن الناس من تحيض قبل تسع، ومن الناس من يتأخر، فمن النساء من تحيض قبل تسع، ومن النساء من يتأخر حيضها إلى ما بعد 12. فإذا قول الفقهاء إلى حيض قبل 9 سنين فيه نظر، ولذلك فالقول الصحيح أنه يترك ذلك وتحديده إلى عرف كل امرأة على حدة، لأن العادة محكمة. فالقول الصحيح أن المرأة إذا رأت ما يصلح أن يكون حيضا فهو حيض ولو رأته قبل 9 سنين. طيب، وكذلك انقطاعه، فإن الفقهاء يقررون أنه لا حيض بعد 50، ولكن هذا فيه نظر، فإنه لا يحد بالسن بل يحد بعرف كل امرأة منهن على حدة. فمن النساء من تعتبر آيسة وينقطع حيضها قبل 50 فلا ترى بعده حيضا أبدا، ومن النساء من يتأخر حيضها وينزل عليها في عادته وشهره بعد 50،
فإذا يترك هذا الأمر إلى عرف النساء وعادتهن. فإذا القول الصحيح أنه لا سن لأكثر ما أنه لا حد لأكثر سن ينقطع فيها الحيض، وإنما الأمر متروك إلى النساء. وكذلك عدد الأيام التي تحيضها المرأة أيضا يرجع فيه إلى عرفها، فمن النساء من تحيض 6 أيام، ومن النساء من تحيض 8 أيام، ومن النساء من تحيض في كل سنة شهرا واحدا، ومن النساء من لا تحيض مطلقا لعلة في أرحامها. وغالبا إذا اضطرب أمر الحيض اضطرب أمر الولادة، هذا في الأعم الأغلب. ومن النساء من حيضها 5 أيام، ومن النساء من حيضها أقل وأكثر. فإذا لا حد لا لأكثر الحيض ولا لأقله، وإنما الأمر متروك إلى عرف المرأة في نفسها وإلى عادتها الجارية. أنتم معي في هذا ولا لا؟ فهذا أمر يقطع به. فإذا ما يتعلق بحيض المرأة الأصل فيه أنه يرجع في تحديده إلى عرف المرأة وعادتها، لأن العادة في مثل هذا محكمة، لأن العادة في مثل هذا محكمة. ومن فروع هذه القاعدة أيضا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الألفاظ التي تنعقد بها البيوع والأنكحة وغيرها من المعاملات، فتجد كثيرا من الفقهاء يحددون ألفاظا في كتاب البيع، وألفاظا في السلم، وألفاظا في النكاح، وألفاظا في كذا وكذا. ولكن القول الصحيح أن هذا الأمر متروك إلى أعراف البلاد، فالقول الصحيح أن البيع ينعقد بكل ما عده الناس بيعا، والنكاح ينعقد بكل ما عده الناس نكاحا من لفظ أو عرف. فإذا لا نحدد هذه الألفاظ بألفاظ معينة لا يعرفها إلا العرب، طيب والعجم ماذا يفعلون؟ أو لا يعرفها مثلا إلا أهل نجد، طيب أهل البلاد المجاورة ماذا يفعلون؟ فإذا القول الصحيح أن المعاملات في انعقادها والأنكحة في انعقادها يرجع فيها إلى ما قرره العرف، فينعقد البيع بلسان عرفك أنت، وينعقد النكاح بلسان عرفك أنت. فربما بعض ألفاظ النكاح في جيزان تختلف عن ألفاظنا في نجد ولا لا يا جماعة؟ فإذا أهل نجد يعقدون نكاحهم ومعاملاتهم بالألفاظ التي تجري على ألسنتهم وتستقر في عادتهم، وكذلك أهل جيزان يعقدون النكاح على ما تقرر في عرف بلادهم، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولذلك النكاح لا يشترط له لفظ معين، لا زوجتك ولا أملكتك ولا أنكحتك، وإنما ما عده الناس أو أهل العرف نكاحا فإنه يعتبر من النكاح المقبول. ومنها كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع شيئا فلا يبيعه حتى يستوفيه، أي حتى يقبضه. فإذا لا يجوز لك بيع شيء اشتريته ما دام السلعة في مكانها، بل لا بد أن تنقلها إلى رحالك حتى تكون قد قبضتها قبضا صحيحا تاما كاملا، وبناء على ذلك يجوز لك أن تبيعها. طيب القبض ما تحديده؟ لا تحديد له، وإنما يرجع في تحديده إلى التجار، فما عده التجار أو العام في هذا النوع من السلعة قبضا فهو القبض المعتبر. ولذلك قبض السيارات يختلف عن قبض الباخرات، وقبض قبض الباخرات يختلف عن قبض الطائرات، وقبض الطائرات يختلف عن قبض الأسلحة، وقبض الأسلحة يختلف عن قبض الثياب، وقبض الثياب يختلف عن قبض الأواني، وقبض الأواني يختلف عن قبض النقدين الذهب والفضة. فإذا لكل سلعة قبضها، وعادة التجار في مثل ذلك معتمدة. إذن القبض مرد معرفته إلى العرف. ففيما يكال الكيل يكون قبضه بالكيل، وفيما يعد قبضه بالعد، وفيما يذرع قبضه بالذرع،
وفيما يوزن قبضه بالوزن، وفيما يسلم تسليما قبضه بالاستلام، وهكذا. ومنها كذلك مسافة السفر التي يعتبر من قطعها مسافرا، فإن السفر رتبت عليه الشريعة أحكاما، أليس كذلك؟ ولكن لم يحدد الشارع المسافة التي بقطعها يسمى الإنسان مسافرا، فيترك الأمر إلى عرف الناس، فما عده أهل عرف تلك البلد سفرا فهو السفر الذي تترتب عليه الأحكام. وقد كان في السابق يفتي كثير من المشائخ فيها في الدلم أن من ذهب إلى الخارج فإنه مسافر الخارج، لكن تغير هذا العرف ليسر الطرق وسهولة السير عليها وتغيير واختلاف المركوبات، فالسفر إلى الرياض الآن نعده سفرا، لكن قد تتصل البلاد أو بساتينها مع بعض حتى لا يكون الذهاب إلى الرياض سفرا. فإذا قد كان سفرا في الماضي ما ليس بسفر الآن لاختلاف الأعراف، وسيكون في السابق أشياء كنا نعدها الآن سفرا ويكون في اللاحق ليست بسفر، والأمر إلى الله. فإذا هذا ينبني على العرف. فإذا القول الصحيح هو ما اختاره أبو العباس بن تيمية من أن مسافة السفر لا حد بالكيلومترات فيها ولا بالبرد، وإنما بما عده الناس سفرا. وإذا اختلف عرف البلد فالعبرة بالأكثر، فالعبرة بالأكثر. ومنها كذلك القول الحق أن أجمع العلماء على وجوب النفقة على الزوجة، يجب على الزوج أن ينفق على زوجته، لكن تحديد هذه النفقة هل هو مذكور؟ الجواب لا، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم ردها إلى العرف. كذلك الله عز وجل يقول وعاشروهن بالمعروف، ومن المعاشرة بالمعروف النفقة بالمعروف. وكذلك الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول للنساء رزقهن وكسوتهن بإيش؟ بالمعروف. فالشارع أمر بالنفقة على الأهل والأولاد، ولم يحدد هذه النفقة ولا حد لها في اللغة، فيحد بالعرف. فما عده العرف من النفقة الواجبة من الزوج لزوجته فهو من النفقة الواجبة، مثل الثياب، ستر عورتها هذا من النفقة الواجبة، إيواؤها في بيت في مسكن هذا من النفقة الواجبة، إطعامها، إسقاؤها، رعايتها، الإحسان إليها، كل ذلك من النفقة الواجبة. وما عده العرف من النفقة المستحبة الزائدة الكمالية فهو من النفقة التحسينية. فإذا الأمر بالنفقة لا حد له، فرجعنا إلى تحديده بالعرف. أنتم معي إخوان في هذا؟ لأن العادة محكمة. ومنها كذلك أيها الإخوان كل إطعام مأمور به في الصدقة فمرد تحديده إلى العرف. كل إطعام مأمور به في الكفارة، قصدي انتبهوا في الكفارة، كل إطعام في الكفارة فمرده إلى العرف، كالإطعام في اليمين في قول الله عز وجل فإطعام عشرة مساكين من إيش؟ من أوسط ما تطعمون أهليكم، أي ردها إلى العرف. فإذا كان العرف السائد هو الإطعام وطعام التمر فالإطعام في الكفارة يكون بالتمر، وإذا كان القوت المنتشر في البلد هو الفول فإطعام المسكين يكون بالفول، وإن كان بالعدس يكون بالعدس، وإن كان بالبر يكون بالبر، ونحن عندنا القوت المشتهر الأرز، ولله الحمد والمنة، فيكون إطعامنا من هذا الأمر. إذن حددنا الإطعام بماذا؟ بالعرف، حددنا الإطعام بالعرف. وكذلك الإطعام في محظورات الحج، لا بد من إذا ارتكب الإنسان فدية، إذا ارتكب الإنسان حلقا أو طيبا أو غير ذلك فإن عليه فدية أذى، منها إطعام ستة مساكين. ونوع الإطعام يختلف باختلاف الأعراف، فكل أهل بلد يطعمون ما تقرر
في عرفهم أنه القوت السائد أو المشتهر. مو بتروح تطعمها برتقال، البرتقال ليس هو المأكول السائد، وإنما هو مأكول تكميلي، لكن المأكول الضروري هو الأرز، ولله الحمد والمنة. إذن هذه قاعدة متقررة، الإطعام يختلف باختلاف الأعراف، بل حتى في زكاة الفطر فقد أمر الشارع بصاع وحددها بأنواع هي قوتهم في عرفهم، لكن لو تغير العرف وتغير القوت فإن الحكم يتغير بتغير الأعراف. فهمتم هذه القاعدة هذه؟ طيب، ومنها كذلك إعلان الزواج، إعلان الزواج، فالشريعة أمرت بإظهار الزواج وإعلانه وحرمت نكاح السر في الخفاء. طيب، إعلان الزواج هل تتفق فيه الدول والأعراف أم تختلف؟ فإذا كل عرف يطلب منهم أن يعلنوا زواجهم بعرفهم وعادتهم، لأن العادة محكمة. نحن عندنا في عرفنا يعلن بأشياء يختلف عن إعلانها في العراق، يختلف عن إعلانها في سوريا، يختلف عن إعلانها جايكم يختلف في إعلانها عن مصر، ولا لا يا جماعة؟ إذن العادة الجارية محكمة. ومن الفروع كذلك عليها، لقد حرمت الشريعة هدايا في حق صنفين من الناس، في حق الولاة والعمال، يعني لولاة الأمر، فقالت الشريعة هدايا العمال غلول، وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على ابن اللتبية لما أخذ شيئا من هدايا الناس. وهناك صنف آخر يحرم هديته، يحرم عليه قبول هديه، وهو الدائن بالنسبة للمدين. وتفصيل ذلك أن نقول إن الأصل في صاحب الرئاسة ألا يقبل هدية من مرؤوسيه. قالوا لماذا؟ قالوا لأن الغالب أن المرؤوس يريد أن يتذرع بهذه الهدية إلى كسب قلب الرئيس، فيعطيه ما لا يستحق، أو يوظفه وظيفة لا يستحقها، أو يغدق عليه مالا ليس هو بأهل له. فإذا هي هدايا ولكنها تتضمن في الباطن حيل للوصول إلى مقاصد لا تجوز، ولذلك لا يجوز لصاحب الرئاسة كالأمير، كأمير البلد أو العامل على الزكاة أن يقبل هدية. لكنهم قالوا يستثنى من ذلك حالة واحدة، وهي الهدايا التي جرت بها العادة قبل توليه للولاية. يعني مثلا كان يكون أنا والأخ فهد بيننا عادة سنوية أنني لأهديه طنا من التمر، هذه سنوية، هذه الهدية عنوان محبة بيني وبينه، تهادوا تحابوا، فهي تكسب القلوب وتأسره. قدر الله أن يتولى هو وظيفة من وظائف المسلمين، كان يكون وزيرا أو أمير بلد اللي أنا فيها، طيب أو يجوز له قبول هذه الهدية مني؟ لماذا؟ لأنها عادة جارية والعادة محكمة، لأنها جاري عادة جارية والعادة محكمة. شوف كيف استثنوا بالعادة، لأنها دليل تحكم. طيب، وما الدليل على حرمة قبول الدائن هدية المدين؟ الدليل على ذلك أثري ونظري. أما الأثري ففي صحيح الإمام البخاري من حديث أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه أنه قال قدمت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام، كان جاي من اليمن، قال فلقيت عبد الله بن سلام فقال إنك بأرض الربا فيها فاش، فإذا كان لك على أحد دين فأهدى لك حملة ابن أو حمل شعير أو حمل قت، الزت المعروف، فلا تأخذه فهو ربا. ومثل هذا لا يقال بالرأي فله حكم الرفع. وأما النظر فلأن المدينة إنما يتذرع بهديته للدائن أن يجعله يستحي من المطالبة بدينه، ولكن الفقهاء استثنوا حالة واحدة، بل استثنوا حالتين في هذه الصورة، استثنوا حالتين التي تخصنا منها حالة الأولى، وهي فيما لو
فيما لو جرت العادة بتلك الهدية بينهما قبل الدين، فهنا يجوز للدائن قبولها لأن غلبة الظن في كونها حيلة منتفية، وإنما عنوانها المحبة. أتريدون الحالة الثانية؟ الحالة الثانية إذا نوى الدائن احتساب قيمة الهدية من دينه، إذا نوى الدائن احتساب قيمة الهدية من دينه، كأن يكون ديني على الأخ نايف، ترى جاي من عرعر للدورة يا إخوان، لأن أن يكون ديني على الأخ نايف 1000 ريال وأهداني هدية قيمتها 50 ريالا وليس ثمة عادة جارية بيننا، فإذا يجوز لي أن أقبلها في فيما لو أردت أن أحتسبها من الدين، فيكون يبقى في ذمته لي 950 ريالا. إذن العادة محكمة حتى في الهدايا، حتى في الهدايا. ومنها كذلك، ومنها كذلك الحق الحقيق بالقبول أن من وكل غيره في حج، في الحج عنه وأعطاه مالا وحج به وبقي شيء من المال، فهل يرده إلى صاحبه أو يتملكه؟ أنتم فهمتم المسألة؟ طيب، الحق في ذلك هو الرجوع إلى ما يقرره العرف، فإن كان العرف السائد الذي جرى عليه عمل الناس أن الموكل لا يسأل أأنفقت المال أو بقي شيء منه، وإنما يعطيك المال كله ولا يسألك عنه، فحينئذ إن فضل بعد الحج شيء من المال فأنت أحق به، وإن جرى العرف على المطالبة بذلك فحينئذ لا حق لك إلا بإذن جديد، إلا بإذن جديد تقول له لقد حججت وأنفقت وبقي من مالك 500 ريال، فإن قال هي لك فهي لك، وإلا فالواجب عليك ردها. إذن لما رددناها إلى العرف؟ لأن العادة، لأن العادة محكمة. ومنها أيضا أنه يجب علينا أن نحمل ألفاظ الواقفين والموصين على أعرافهم هم، فإذا اختلفنا في تفسير لفظة، لفظة في وصية أو لفظة في وقف، فإننا نرجع إلى تحديدها بالنظر إلى عرف الواقف أو عرف الموصي حتى يتحدد لنا المطلوب والمراد، والمراد منها، والمراد منها، لأن العادة محكمة. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.